بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: رجل أدرك صلاة الجنازة ولا يعلم الإمام في أي تكبيرة هو، ماذا يقرأ ومتى يسلم؟ يكبر مع الإمام ويعتبرها بالنسبة لها التكبيرة الأولى، يقرأ بعدها الفاتحة، وإذا كبر الإمام تكبيرة الثانية يعتبر إذا كبر الإمام تكبيرة ثانية ولو كانت الأخيرة للإمام هو يعتبرها له التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم الإمام يكمل التكبيرات الباقية ثم يسلم.